أنا الدكتور ماهر ستينو، السي او ورئيس مجلس إدارة شركة سايتس انترناشنال. احنا شركة متخصصة في عمل التخطيط البيئي وتنسيق المواقع اللي هي اللاندسكيب على مستوى مصر والعالم العربي. ومن أهدافنا طبعا في مصر اللي هي تطوير مفهوم اللاندسكيب أو تنسيق المواقع والحفاظ البيئي والتخطيط البيئي. كان طبعا شرفنا أننا اشتغلنا مع شركة هايد بارك في المشروع المتميز اللي عملوه في القاهرة الجديدة. الهدف أساسي أن اللي بيتنقل من جوه القاهرة على التجمع الجديد، هدفه الأساسي أنه يستمتع بالمناطق الخضراء المفتوحة، الهواء النقي، بالهدوء. بالنسبة للسكان أو قاطني الهايد بارك اللي هيتنقلوا الهايد بارك، احتمال دي تبقى أول مرة في حياتك يبقى عندك حديقة، يعني عندك فيلا وحديقة خارجية. أغلبنا اللي كنا ساكنين في القاهرة طبعا كان ساكنين في شقق سكنية. الحديقة الخارجية هتبقى منقسمة لحديقة أمامية وحديقة خلفية أو الفرونت يارد، اللي هي أول ما بتوصل سواء بتركن عربيتك قدام تخش البيت، وبعدين الحديقة الخلفية اللي هي بتبقى فيها خصوصية شوية، اللي هي بتبقى فاتحة على منطقة المعيشة وإلى آخره. طبعا مهم جدا إنك تعرف زي ما هتصمم او المبنى نفسه اللي انت هتسكن فيه مصمم معماريا في منطقه مدخل ومنطقه معيشه ومنطقه غرف النوم الى اخره، فالحديقه كمان تبقى مقسمه ولها تصميم مبني على المنفعه او الاستخدام بتاعك وعلى الجوانب البصريه والحسيه والخصوصيه. الحديقة الأمامية دي أنت بتيجي بتركن العربية بتاعتك وبعدين بتخش، ففي غالبا هتبقى بسيطة جدا، فيها مجرد مكان انتظار العربية، ممشى صغير بيوصل ما بين انتظار العربية والمدخل، علاقة مدخل المشاة بمدخل الفيلا، مع شيء جمالي بسيط جدا. كل ما كانت أبسط كل ما كانت أجمل. الحديقة الخلفية دي اللي هيبقى ممكن استعمالك فيها أكتر، دي بتبقى فاتحة على مثلا غرفة الجلوس أو المعيشة، هتبقى مقسمة لكذا جزء. في جزء هيبقى في هارد سكيب أو متبلط شوية زي الدك بيسموه، أو منطقة الجلوس دي هتبقى متبلطة وانت هتحط فيها ترابيزة جلوس أو مكان مثلا هتطلع تاخد فيه فطار أو غداء أو استقبال للناس. احتمال يكون عندك حمام سباحة صغير أو لأ، دي حاجة بترجع لك. زائد منطقة خضراء فيها نجيلة أو لون أريا ومجموعة من الأشجار أو شجر أو شجرتين مزهرين، لأن المساحة نفسها محدودة جدا. كل ما كان التصميم أبسط كل ما هيكون أحسن وأجمل. يعني طبعا المشروع بتاعك او الحدائق بتحتاج ري. الري فيه انواع كتيره، فيه اوتوماتيك وفيه سيمي اوتوماتيك او نص اوتوماتيك وفيه مانيوال. انا افضل احسن يبقى فيه ما تستعملش خرطوم كتير قوي، يعني فيه رشاشات ونقاطات للري. ممكن لو فتحت محبس كل يوم الصبح مثلا ربع ساعه او نص ساعه بتروي، بيحافظ على المية، مبقاش فيه ويست او ضياع للمية كتير قوي، وبيبقى اقتصاديا احسن.